السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامج أسرار الحياة. طبعا قبل ما أبدأ موضوع حلقة النهاردة، أحب أقول لكم تظبطوا بس تلفزيوناتكم وترددكم على التردد الآتي 11823 رأسي، ده التردد بتاع القناة الجديد. أنا موضوع حلقة النهاردة بيتكلم عن الدراما. طبعا ما بقناش عارفين الدراما هي اللي بتجسد الحياة أم الحياة تجسد الدراما. معنا ومعاكم السيناريست والكاتب الأستاذ حاتم مصباح. ازي حضرتك يا استاذ حاتم؟ اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. حابين طبعا قبل نبدا حلقتنا نتعرف على حضرتك اكتر. هو الاسم حاتم مصباح، كفر الشيخ، المهنه معلم خبير اللغه العربيه. اهلا وسهلا. وكاتب وسيناريست، وده المشروع اللي ان شاء الله العمل القادم بامر الله. حضرتك ابتديت كتابه من امتى؟ لا، كتابه من كتير، من زمان، لكن فكره الاحترافيه او ان انا احترف الكتابه، لا، فكره مش من زمان. تمام. من فتره قليلة، لكن أنا عملت أعمال وسجلت كتب وموجودة في دار الكتب المصرية وبرقم إذاع. ولما حبيت أن أنا أتجه للسيناريو، كتابة السيناريو، بدأت أعمال فعلا وكتبت. وكان أول سيناريو أو أفضل سيناريو أنا بحاول أن أنا أوصله حاليا، اللي هو سيناريو صفقة مع الشيطان، اللي هو موضوع النهاردة. تمام. تمام. اهلا بحضرتك استاذ حاتم. اهلا بحضرتك يا فندم، ربنا يخليك. اهلا بالساده المشاهدين، صباح الخير عليكم. طبعا يا استاذ حاتم، احنا عايزين نعرف ايه الدراما اللي حضرتك لقيت نفسك فيها. اكيد طبعا في انواع دراما كتيره مرت على حضرتك، بس في نوع معين من الدراما حضرتك وجدت نفسك فيه؟ والله انا في اعتقادي، او خلينا نقول ان الدراما بقى شيء واقعي في الحياه، ما نقدرش، او الدراما التلفزيونيه او حتى السينمائيه موجوده شيء ضروري في الحياه. استاذ حاتم، وبقى امر واقع. السؤال، انا عايز افهم بس، هي الدراما اللي بتجسد الحياه ام الحياه تجسد الدراما؟ والله هو امر يعني نسبي. في حاليا دلوقتي انا في بعض الناس بيتعاملوا مع الدراما على ان هي بتحاكي الواقع. ده اكيد بتحاكيه، وده طبعا يعني انا شايف ان هي ما عادتش بتحاكي الواقع، لا، هي بدات تزود على الواقع وتحمل الواقع فوق طاقته. ولكن انا في وجهه نظري ان المفروض ان الدراما عمليه اصلاحيه للواقع اللي موجود. بمعنى الدراما شيء واقعي موجود في الحياه دلوقتي. تمام. وكلنا معترف بيه، وبيؤثر سلبيا او ايجابيا على الاسره المصريه وعلى المجتمع المصري. وعارفين ان اقوى انواع الدراما اللي موجوده حاليا هي الدراما المصريه. أكيد. وكانت نفسيتها الدراما السوريه شويه، ولكن الدراما المصريه اللي ما زالت بتاعتنا اقوى، ما زالت محتفظه بصدارتها لكل انواع الدراما اللي موجوده. طيب، من باب ان الدراما شيء واقعي وبيفرض نفسه، المفروض احنا بقى نبص على الدراما على ان هي، هل ان هي خطوه اصلاحيه للمجتمع او خطوه هدامه لبناء المجتمع؟ فانا في اعتقادي ان الدراما تجسد الواقع. تمام. وتؤثر عليه سلبيا او ايجابيا. بس المطلوب من الساده اللي طبعا الممثلين مش كل حاجه يعملوها تنفيذ بالظبط. في ناس ما كانتش تعرف يعني ايه قتل، حاليا كلنا عرفنا ايه قتل، ايه هو الخيانه، حاجات كتير جدا. يعني هو فعلا، انت هو ما كنتش تسمع عنها بقيت بتسمع عنها. يعني هو زي فعلا، هو من باب تجسيد الواقع، لكن انا في اعتقادي ان ده تحميل على الواقع ما لا يطيق. اكيد طبعا. لكن هو في وجهه نظري المفروض الكاتب قبل ما يبدا يمسك قلمه ويكتب حاجه، يعرف ان هو هيؤثر في المجتمع سلبا او ايجابا. اكيد سلبا، ودوره هيبان. بتحصل. والناس هتنتقده، يتنتقده نقد بناء ويشكروا فيه واسمه يبقى كويس، او يتحمل بقى وزر وعبء كل الناس اللي بتتاثر بكتاباته وافكاره دي. نرجع بقى للسؤال بتاعنا. تحت امرك يا فندم. الاعمال اللي حضرتك وجدت نفسك فيها. الاعمال اللي هي انا، الاعمال اللي انا بحبها، اللي هي الاعمال اللي يعني عايز اقول لحضرتك بتتصل بالمجتمع وبتمسه مباشر، وخاصه الاسره. تمام. يعني الاسره والمجتمع. وبحب دايما الاعمال الدراميه ان هي تبني. وانا ليا نظره صغيره كده، طبعا مع احترامي لكل الاساتذه، اساتذتنا والكتاب، ان الدراما مش بس تحاكي الواقع. الدراما بتعمل اصلاح للواقع بدون اسفاف، بدون ما تاخد للناس في سكه ما يعرفوش يرجعوا منها. يعني هم بينموا الافكار، مش كل الناس بس عشان كلامي يبقى مفهوم. افكار الشباب يا استاذ حاتم بيخلوهم يفكروا. انت بتشوفي حاليا في حاجات الاطفال بيعملوا حاجات احنا ما كناش. كل دوت راجع للدراما. هو ده بقى، ده مسؤوليه الكاتب في المقام الاول. ومسؤوليه الانتاج والفنان اللي بيتبنى هذه الافكار. يعني المفترض ان انا قبل ما اكتب وقبل ما امثل هعرف ده هيكون هيوصل ايه ومصيره وروح فين وهيأثر على مين. لكن الدراما اللي انا بحبها او اللي انا بكتبها، يعني السيناريو مثلا بتاع صفقه مع الشيطان، بقول ان انا لازم ان انا امس الاسره
والمجتمع ككل. يعني فكرتي مبنية على الصراع الأبدي ما بين الخير والشر، صراع الإنسان أو الصراع الداخلي ما بين الإنسان، ما بين الخير والشر، تمام. ما بين المبادئ ولا مبادئ، ما بين القيم ولا قيم، ما بين الإصلاح الكلمة والفساد، الكلمة وعكسها. عشان كده بقول إن إن مهمة الكاتب ما هي سهلة، مهمة صعبة، وإن هو بقلمه بيقدر يرسم للناس طريق يمشوا عليه. لأن احنا تقريبا تقريبا زي ما قال الأستاذ في الأول، إن المجتمع أو الواقع بدأ يمشي على خطى الدراما اللي موجودة بالظبط، اللي بيمشوا عليها بحذافيرها. والكاتب طبعا هو اللي بينجح العمل يعني أو بينزله. لو حضرتك بتبص على الأفلام الكرتونية برضو فيها عنف وفيه ضرب، يعني احنا عايزين نعلم حاجة للجيل اللي جاي، مش عنف وضرب. بص أنا هقول لحضرتك على حاجة، هو فيه أفلام كرتونية هي مش مصرية ولكن هي فيها حاجة تانية. يعني مثلا أنا هقول على سبيل المثال للحصر، يعني إذا كان مسموح لي أنا أقول، اللي هو المحقق كونان، لو الكل أظن هو عمل مشهور. ده فيه نوع من أنواع الذوق، هو فكر وخيال لكنه بيعلم النشأ، ويعلم الناس إزاي يتكلموا، إزاي الراجل الكبير بيحترم البنت الصغيرة، وإزاي البنت بتحترم الكبير. حس إن المجتمع رغم إنه فيه جرائم لكن إزاي بيتعاملوا مع بعض، إزاي تحس إن الناس فيها رقي، مش ان انا انزل بمستوى المشاهد لدرجه ان انا اخلي الطفل بلطجي او اخلي الراجل الكبير مسف عنده اسفاف، فده طبعا ما ينفعش. ايه الرساله اللي حضرتك بتقدمها للقراء والمشاهدين بتوع حضرتك؟ والله من خلال عملي انا اللي هو اللي هو انت حضرتك كتبت كتير بسم الله ما شاء الله عليك، واعمالك كتير جدا، بس موضوع الحلقه بتاعتنا اللي هي صفقه مع الشيطان، وده سيناريو انا، هو واسع وعمل كبير، يعني انا كنت كتبته السيناريو كان عمل 1400 صفحة وورد، لكن في بعض هو من 30 حلقة، لكن في بعض المخرجين نصحني قال لي ده هيبقى ميزانيته الإنتاجية واسعة والمفروض تقلل وتعمل، فطبعا بدأت إن أنا أقلله وأظبطه. هو بيتناول موضوعات كتيرة جدا، أولا فكرة الرومانتيكية في أرقى حالتها، يعني إزاي طبعا الرومانسية اللي إحنا اللي غايبة عننا، والرومانسية دلوقتي بقت ما تعرفيش هي رومانسية ولا قبح ولا ايه، ما تعرفيش ازاي الانسان يتعامل مع الراجل، يتعامل مع خطيبته او محبوبته، وازاي المحبوبه تبادله الرومانسيه الراقيه البعيده عن اي شيء يمس او يبقى فيه اسفاف، بتاعت الزمن اللي فات بتاعت فاتن حمامه وشاديه، الناس الراقيه في اسلوبها وفي مشاعرها، الرقي. وبعدين في حاجه، احنا مش لازم محاكاه الواقع، لو انا حكيته بقبحه هزود قبح الحاجات دي عند الناس، فانا المفروض ان انا بجيب الحاجات دي واصلحها واتناولها بفكره اصلاحيه. الدراما او الجانب الرومانتيكي اللي في الروايه او في السيناريو بتناول فيه الرقي، ازاي ادم سلطان وده بطل الروايه بيتعامل مع محبوبته او خطيبته بطريقه راقيه تدرس، يعني حتى في مواقف خارجيه او مشاهد خارجيه في الشارع او بيشوفهم الناس بتحس ان هم بيتعاملوا في نوع من الرقي، ال عايز اقول لكم الايه، المشاعر العاليه، الاحساس رقي العالي، حاجه كده كويسه، وفي احتواء برضو لها، وهي طبعا الرجوله الرجوله بمعنى فكره أصح. الرجوله ازاي نرجع فكره الرجوله للرجل والانوثه على ما اعتقد دلوقتي. اعتذر لكم، عندنا بس مداخله، معلش ناخد مداخله بس مع بعض كده. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا، انا سعيده جدا ان انا اعمل مداخله النهارده معاكم في البرنامج. احنا اسعد بحضرتك يا فندم، الله يخليك. اهلا بحضرتك. انا شكري جد الله، مدير عام مدرسه المستشار هشام بركات جبل الشيخ. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، شرفتينا. استاذه سحر مدير عام مدير عام مدرسه بركات الثانويه بنات بكفر الشيخ، شرفنا يا فندم. طبعا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بحضرتك. معاكي استاذ حاتم. الاستاذ حاتم طبعا من اعلام مدرسه المستشار هشام بركات، ربنا يخليك يا ست الكل، من القلائل المتميزين جدا سواء في تخصصه كتدريس اللغه العربيه، اجاده وتفوق، ويعني قمه المعلم كما ينبغي ان يكون. الله يخليك، ما تحرمش منك. الاستاذ حاتم مصباح مش بس اداؤه ينحصر في تميزه داخل الفصل الدراسي، لكن هو له دور متميز جدا
من أول من بداية من طابور الصباح على مدار سنوات طويلة، فهو مدقق للغة العربية ومتابع جيد للبنات ومدرب ليهم في الإذاعة المدرسية. تناوله طبعا مع الطالبات للمواضيع التي تخدم الطالبة في المرحلة الثانوية، مشاركته لينا ومع بناتنا في كافة المناسبات، سواء المناسبات الدينية أو المناسبات التاريخية. الحقيقة الأستاذ حسن مصباح من هو طبعا نسيت أنوه أو إن هو سيناريست راقي جدا محترم، ودي حاجة إضافة إلى إنه معلم لغة عربية قدير. أنا ما اتحرمش من حضرتك وسعيد جدا ان اسمع صوتك. والاستاذه سحر طبعا هي من اسباب النجاح ومن اسباب ان هي بتدعمنا حتى في مجال الكتابه، ودايما هي لها لمسات فنيه كده حلوه. ربنا ما يحرمناش. شكرا يا استاذه سحر. شكرا يا استاذه سحر، متشكرين جدا. العفو يا فندم. شكرا يا فندم. العمل بتاعنا بقى، انا كنت اقول لحضرتك هو ده الجانب الرومانتيكي. في بقى جوانب ثانيه، يعني مثلا في اكشن، الاكشن اللي هو الاكشن المنطقي اللي باسباب. يعني البطل بتاعنا ادم سلطان هو محامي بيتناول عدد من القضايا. غير كده ان هو بالنسبه للجانب الرومانتيكيه في جانب اكشن، وزي ما بيقولوا الاكشن اللي هو ايه في سياق الدراما، مش بيبقى محطوط المشاهد كده محطوط لمجرد ان هو يبقى فيه ايه سبب للاكشن وخلاص. لا لا لا, 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 لا لا لا، هو السبب المعمول في السياق. يعني دراما او اكشن في السياق. غير كده بننقل بقى لحاجه اسمها السحر الاسود. ده بقى طبعا بصوا، هي فكره المسلسل بتدور في مجتمع او في حي من احياء القاهره. الحي ده متنوع الشخصيات، في شخصيه اساسيه زي مثلا ادم سلطان، في شخصيات تانية ومنها الساحر ناجي، والساحر ده بيمثل السحر الجانب الشر، هو الساعد الايمن للشيطان. فيفضل الصراع ما بين الشخصيتين الى نهايه المسلسل. وطبعا كما زي ما في رومانتيكيه، في فكرة الخيانة، ازاي الانسان بيقدم وازاي في الوقت نفسه يخان. في الجوانب البوليسية، القضايا اللي موجودة عندنا في قضيتين من اروع ما يكون. يعني انا اعتقد ان القضية الواحدة تعمل مسلسل كامل، ولكن انا ضغطتها بحيث ان هي يبقى في تنوع في الاحداث. وفي كمان نقطة كده انا مش عارف هي في عند انا اللي صح او عند بقية الكتاب، ان هو يفضل المشاهد قاعد قدام المسلسل متابعه 30 حلقه في نوع من الهم والنكد والحزن والزعل. ما فيش اي حاجه، يفضل 30 29 يوم حزين ويجي في الاخر يوم مستني اخلص مستني عشان يفرح له 10 دقائق او نص ساعه والموضوع ينتهي. لا، انا المسلسل اللي انا عامله هو في نوع من انواع التنوع. شويه الاقي فيه نجاح للبطل فيفرح الناس، وبعدين الاقي فيه لحظه انكسار وحزن لحد والصراع ماشي، والصراع الاحداث ماشي. والصراع والاحداث قائم في نوع من اشد انواع التشويق اللي ممكن تحصل، لحد ما اوصل للحلقه الاخيره اللي هي الحل بقى، اللي هي النهايه اللي المشاهد منتظرها، عايز يعرف ايه النهايه. لكن ما بخلوش ان هو دايما حزين. يعني انا فعلا بنواجه يعني في مسلسلات بتقابلني بتحسسني ان ايه زي ما حضرتك بتقولي كده، ان حزن. 30 حلقه كلها 30 حلقه حزن. عمالين ايه ده، هو كل يوم المسلسل دوت وكل يوم مفيش فرحه خالص، لدرجه ان الناس بتبقى منتظره المسلسل يخلص. يعني عايزين يخلصوا، عايزين يعرفوا النتيجه ايه او النهايه ايه. لا، انا بقى مخليهم ان هم ايه عايزين يستمر كمان. هو في طلوع مع المستوى، وبعدين انكسار، وبعدين حزن، وبعد كده فرح، بس ده كله احداث في سياق الدراما اللي طالعه. معنا طبعا مداخلة أستاذ محمد كبير معلم اللغة العربية. أهلا وسهلا. ألو. أهلا وسهلا. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذنا. اتشرفنا بحضرتك يا فندم. اتشرفنا يا فندم. مع حضرتك أستاذ حاتم. ازيك يا أستاذ محمد؟ أهلا وسهلا بحضرتك، ازيك يا أستاذ حاتم؟ ربنا يخليك، منورنا وبصوتك. ربنا يعزك يا فندم. وسعداء بسماع صوتك ودايما سباق في الخير. يعني الله يحفظك يا استاذ حاتم، انت يعني انت اهل بكل خير. ربنا يخليك، ما تحرمش منك يا رب.
الاستاذ محمد ده استاذنا، وهو اللي برضو من الناس الداعمه لنا في كل الاعمال بتاعتنا، وهو ما شاء الله يعني خير اخ وصديق وسند كمان، ما تحرمش منك يا فندم. تشرفنا بيك يا استاذ محمد. تشرفنا بيك يا استاذ محمد. هو الاول طبعا انا بحيي حضرتك. اهلا وسهلا بيك يا استاذ. احب اهني الشعب المصري كله بثوره 30 يونيو، يعني الثوره المباركه يعني، وان شاء الله ان شاء الله من مصر الى مصر يعني. ان شاء الله ان شاء الله يا رب دايما يا رب في امجاد وانتصارات ان شاء الله. شكرا استاذ محمد. نرجع تاني للاستاذ حاتم. حضرتك الرساله يعني كانت الكتاب رسالته ايه او لمين بالظبط؟ يعني انا شايفاها للشباب. فحضرتك من وجهه نظر للشباب ولا لعامه الناس؟ بص، هو الكتاب له فئه معينه بتقرا، يعني في مرحلة اللي هي ايه ما بعد الطفولة كده لحد نهاية الشباب بيهتموا بالقراءة، خلاف كده بقى بيهتموا بالدراما او المشاهدة. اكيد طبعا الكتاب محتوي على شوية صور هم حاليا عارضينها على الشاشة. معانا طبعا كتاب حضرتك، معانا كتاب حضرتك وانت تمسكه كده وتوريه للشاشة بس. هو دي الرواية. تمام. ده الروايه، لكن السيناريو هو مش موجود معايا لانه عمل كبير وضخم. اكيد طبعا. كبير فمش موجود. دي الروايه اللي انا كتبتها وبعدين ترجمتها الى سيناريو جاهز للعمل. فهو ان شاء الله بامر الله اضافه ونقله. انا في اعتقادي انا يعني الشخصي احنا متفائلين طبعا ان هو يبقى اضافه للدراما المصريه. ربنا يخليك. على حاجات كثيره وفئات يعني، كلها نصايح، مش واخد مثلا فئه عمريه واحده، لا حضرتك بتقول واخد كل الفئات. كل الفئات. تمام. في سؤال عايزه بس اعرف من حضرتك، طبعا احنا رمضان اللي فات او عامه اي رمضان بتبقى فيه كميه مسلسلات ودراما، يعني بص حضرتك بتبقى بال 30 مسلسل وكل واحد بيعمل مسلسل بتسابق بقى سباق المسلسلات. انا عايز اعرف رايك ايه في مسلسلات الدراما بتاعت السنه اللي فاتت. بص حضرتك، هو رمضان زي ما بيقولوا كده ايه، يعني المعرض بتاع سباق. الاعمال بتاع السباق بتاع طول السنه كلها بيقعدوا يحضروا رمضان. لرمضان. هو كان فيه نوعين اللي انا اتفرجت عليهم، اللي هو الجانب الكوميدي، وطبعا كانت الكوميديا رمضان اللي فات يعني انا في نظري اضعف كوميديا طلعت على الشاشه فعلا. المصريه فعلا كلنا بغض النظر بقى مع احترامي لكل الناس، ممكن عشان البلد بتمر بظروف صعبه فبالتالي ما فيش حد بالعكس لازم يهتموا. هو المفروض بس يعني كانت كوميديا ساخره. انا اسفه بغير ان هي ساخره تمام، بس هو في حاجه الجماعه اللي دخلوا او الاساتذه الفنانين لما دخلوا اعتمدوا على اسمائهم فقط، يعني ما دوروش على المحتوى اللي بيقدموه. احنا زمان كنا بنتفرج على كوميديا الموقف يعني يعني مثلا فؤاد المهندس، عبد المنعم مدبولي، حتى الاستاذ عادل امام، الجماعه دولت بتبص تلاقي فيهم الموقف بتاعهم هو اللي بيقيدك بيمشي المشهد السياق الدرامي. المشهد للافيه اللي هو عايز يقوله عشان الناس تضحك، فبيجي الافيه مغلف بالمشهد، نفتح كده نلاقي ايه بنضحك على المشهد اللي هو طالع من الشخص نفسه مش مجرد حاجه قارئها. لكن هم دلوقتي الضحك على اي كلام حتى خارج النص اللي مكتوب. فهو ان احنا بنقوله انا بنصح اي فنان كوميدي ان انت ما تعتمدش بس على اسمك وعلى خفه دمك، سياق الدراما طبعا، اعتمد على المحتوى اللي انت بتقدمه، وبعدين زود يا سيدي من عندك خفه دمك وضحكك واسمك، ما فيش مشكله. لان مشاهد الكوميديا نوعين، النوع الاولاني اللي عايز يضحك بدون اسفاف، بدون خروج عن النص، عايز يقعد قدام في وسط العيله بتاعته هو بيضحك مش مكسوف من اي حاجه تتقال. لا لا لا، ده متحفظ شويه طبعا. وده حقه. والنوع الثاني اللي هو عايز يضحك على اي حاجه بتتقال وخلاص. طب ما انا اكسب الاثنين واقدم كوميديا بمحتوى مش كوميديا مفرغه جوفاء ما فيهاش اي حاجه. لا 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 خالص، ما فيهاش اي رساله. فالكوميديا بالنسبه لنا في رمضان اللي فات خارج المنافسه. اما بالنسبه للاعمال الدراميه بقى، كان في اعمال غير كان في اعمال كويسه جدا اذكر منها الاستاذ ياسر جلال في التوه، ده من خيانه عهد بتاعت الاستاذه يسرى كانت جميله. كان في فعلا اعمال جيده، ولكن برضو في اعمال خرجت عن السياق العام للمجتمع. بس ان شاء الله يبقى تتحسن. مش ملاحظ ان الحاجه بتاعت زمان سواء كانت تراجيدي او كوميدي
كانت فعلا احسن من دلوقتي. انا ملاحظه اكيد يا هندي كل حاجه كانت حلوه. يعني انا ملاحظه الحاجه بتاعت زمان كنا بنضحك من قلبنا وكنا بنعيط من قلبنا، لكن دلوقتي الموضوع بقى مختلف قوي. طب هو الاختلاف بيرجع من طبيعه المشاهد، لان احنا طبائع الناس دلوقتي غير طبائع زمان. هو ممكن يا استاذ حاتم برضه تاثير الزمن او تاثير الجو كله على الشخص. تمام، ما انا بقول هو تاثير الايه، التاثير عليا انا كفرد من افراد المجتمع المشاهد. انا اتغيرت وسلوكي اتغير وضغوطات من مسؤوليه وظروف المجتمع، ظروف العالم كله اتغيرت. فبقى اللي كان بيضحك زمان مش هيضحك دلوقتي خالص. او اللي هياثر فيها زمان مش هياثر دلوقتي. اصبحنا دلوقتي في الصراع، الدنيا بقت ماشيه سريعه قوي يا استاذه ايه، سريعه طبعا. كل حاجتنا بقت سريعه، ده غصب عننا، ده طبيعه، ده سنه الحياه زي ما بقول. الحاجه زمان كانت هاديه، الناس كانت بتشتغل بمزاج بهدوء كده يعني وبعقل. لكن دي سنه الحياه، لازم هيبقى في كده، ولازم هيبقى في كده، لازم نتطور معاها شويه ونمشي. استاذ حاتم تحب مين يمثل السيناريو بتاع حضرتك الفنان؟ والله انا اتمنى الاول، انا بدون ان انا امجد في شغلي او اقول ان انا عشان انا كاتبه، هو ان شاء الله نقله دراميه بامر الله يعني. اكيد هو حاجه جميله جدا ومحتوى جميل. احنا معانا ناس على فكره حضرتك بتشوفها النهارده ومتابعه حضرتك ان شاء الله. هو الفكره بتاعتي ان انا بتمنى يعني مثلا الاستاذ احمد عز، الاستاذ ياسر جلال، الاستاذ احمد السقا، الناس، هو ان شاء الله ما يقلش عن المستوى ده باي شكل من الاشكال. الناس دول لان هو فعلا وبامر الله هيبقى شخصيه ادم من الشخصيات اللي هتسيب بصمه في تاريخ الدراما المصريه يعني، على ان شاء الله بامر الله يعني. هو امتداد للناس اللي اقول ايه، اللي سابت بصمه في عالم الدراما المصريه. من وجهه نظر حضرتك مين افضل النجوم المؤثرين في المجتمع؟ بصي، هو في الفن ولا بصفه عامه؟ بصفه عامه. هو الشخصيه الملهمه محمد صلاح. طب وفي الفن بقى، نيجي في الفن، محمد صلاح ده عبقري. محمد صلاح ملهم ملهم طبعًا. فعلا يعني الكل اللي عايز ينجح بيفكر او بيحط صلاح قدامه طبعا، يعني هو فعلا انا هو مش فخر العرب جدا، ادب واحترام جدا من الناس المحترمه اللي احنا صراحه بنعزها يعني. فهو ده من الشخصيات الملهمه بغض النظر بقى. اما بالنسبه لمجال الفن ففي ناس كتير جدا انا بحترمها، بدايه من الاستاذ يحيى الفخراني طبعا، عملاق الدراما عملاق. في بقى اللي هم الاساتذه اللي موجودين، الاستاذ السقا، الاستاذ ياسر جلال، احمد عز، ناس كتير جدا انا بدون ذكر الاسماء عشان ما انساش حد. هم دول ناس في اعتقادي ان هم عايزين ورق يعني، عايزين يشتغلوا صح، عايزين يشتغلوا عايزين ورق يجسدوه. هم الموهبه موجوده بس الورق اللي قدامهم هو ده اللي موجود يعني. فانا مش اي حاجه يطلعوا فيها. انا بتمنى بتمنى ان هم يدققوا قوي قوي في عملية الورق اللي بيدوروا عليه أو السيناريو اللي ممكن يقدموه. تمام. أستاذ حاتم، إيه اللي حضرتك بتتمنى للفن أو الدراما؟ إنها تكون على مستوى يعني على مستوى المجتمع، على مستوى الناس، وتحترم عقول الناس وهي بتتقدم، وتحترم عاداتهم وتقاليدهم، وتحترم كمان الراجل وهو قاعد في البيت، والست او المراه، تحترم الطفل، تحترم كل حاجه. انا قدم اللي انت عايزه بس الفكر بدون خدش اي حاجه، ما يسممش المجتمع. هو اعمل برضه حساب ان في طفل بيتفرج، في طفل بيتفرج، في مراه بتتفرج، في بنت بتتفرج، في طبعا الحاجات دي ما بقاش ليها قواعد او ضوابط في المجتمع، لان اي كل حاجه بتتعرض، كل حاجه كان زمان احنا واحنا صغيرين يا استاذه ايه، لما كان بيجي مشهد مش كويس كنا بنغمي عينينا او بنعمل كده من كتر الحاجات اللي بقت تظهر على الشاشه. انت مش عايزه تقفلي التلفزيون عشان تغمي عليك خالص طبعا، اولادك يعني كده هتقفلي التلفزيون واحنا هنشتغل ازاي؟ لا انا بقول لحضرتك، بنقول بس على المشاهد اللي هم بيعرضوها. هي ما انا بقول بدايه من الورق، هو الورق اهم حاجه يعني، الكاتب اهم حاجه. فعشان كده انا بقول الكاتب ايه يعني، وما من كاتب الا ويفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه. يعني خليك دايما تسيب حاجه الناس تفتكرك بيها، تقول الله يعني، تشوف حاجه كده حصلت تقول ايوه كده ده صح. دي ناس بتبني في المجتمع مش بتهده، ناس بتصلح البلطجه مش بتزودها، ناس يعني بترفع عند الناس الفضيله مش الرذيله. استاذ حاتم طبعا انا بعتذر لحضرتك جدا، كان نفسي يكون في وقت ازيد من يعني طرف عليه. لا لا ده انا سعيد جدا، بس وقت الحلقه لو كان الوقت خلاص انا بس عايز
مش عايز اتكلم على الروايه اكتر من كده حضراتكم، او السيناريو هو موجود وجاهز، واتمنى في يوم من الايام ان ربنا ييسر لنا مع حال. حضرتك لو في اي دلوقتي اي حد يتوصل. عايز يتواصل مع حضرتك، الرقم تليفوني مع حضراتكم موجود على الشاشه، موجود على الشاشه. وانا طبعا وعندي اعمال ثانيه قبل ما خلاص في عجاله كده، في طبعا اعمال ثانيه تحت الكتابه زي شخصيه برضو ادم صابر، دي شخصيه زي شارلوك هولمز العرب بيتناول، وده حبه مش من جزء واحد، ده من اجزاء كتيره ان شاء الله انا جاري الانتهاء منه، وده عمل بيجسد ايه قضايا بوليسيه وحلها بطريقه غير متوقعه، بطريقه ابداعيه رائعه ان شاء الله هتحوز اعجاب، وهيبقى شخصيه زي ما في شارلوك هولمز الغرب هيبقى شارلوك هولمز مصر. اتمنى من الساده المشاهدين يتابعوك وان شاء الله خير. انا سعيد واتمنى ان اكون ضيف خفيف عليكم، وسعيد جدا بك يا استاذ، جدا بك يا استاذ هند، واتمنى لكم النجاح ان شاء الله والقناه الاستمراريه وان تحقق اعلى نجاح، وبسم الله ان شاء الله انا قاعد كده، انا قاعد في اكيد في بيتنا. ماشي يا فندم، اتشرفنا جدا. وصلنا لنهايه فقرتنا بس حلقتنا لسه ما خلصتش، انتظرونا في الحلقه الفقره الثانيه مع الميك اب ارتست الاستاذه نجوى.